حياكم الله من جديد. يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس لجياد الإنتاج المحلي على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجندرية. الحديث حول هذا الموضوع واستعدادات لحفل السباق السنوي الكبير ينضم لي عبر الهاتف الأستاذ عادل بن عبد الله المزروع مدير عام نادي الفروسية. مساء الخير أستاذ عادل. يا هلا وسهلا مساء النور، حياك الله، حيا اخوان المستمعين. الله يحييك استاذ عادل. بس لو تطلعنا على اخر التحضيرات فيما يخص حفل السباق السنوي الكبير. باذن الله سيرعى ان شاء الله سيدي خادم الحرمين الشريفين في الغد ان شاء الله كاس المؤسس في ميدان الملك عبد العزيز الجنادريه، وهذا الكاس هو فخ الانتاج السعوديه، هو تشرف الفروسيه في استضافه سيدي حفظه الله في هذا المحفل الكبير. النادي حقيقه لا زال احنا الان في الميدان ونعمل للتجهيزات النهائيه للاستضافه وللحدث الكبير، لا سيما ان سيدي حفظه الله سيرعى هذه المناسبه، ونريد ان نقدم شيء من الفروسيه العريقه للمملكه العربيه السعوديه، هو شيء لما قدمه الموفور له باذن الله الملك عبد العزيز رحمه الله لهذا البلد على صهوه الجواد، وهذا يعكس اهميه الخيل واهميه الفروسيه لدى القياده الرشيده حفظها الله. استاذ عادل، فيما يخص نادي الفروسيه يعني واحنا نتحدث عن حفل السباق السنوي، هل في خطط مستقبلية لديكم لإطلاق ربما مسابقات على نطاق أوسع لعملية تطويرية أكثر فيما يخص نادي الفروسية؟ بإذن الله. حقيقة مجلس الإدارة ممثل في صاحب السمو الملك الأمير بندر بن خالد الفيصل، نعم، وصاحب السمو الملك الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، وصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي، حقيقة يعكفون على خطة أنا أسميها خطة جوهرية ومبشرة ومفرحة للفروسية السعودية إن شاء الله، لكن إن شاء الله أنا لا أريد أن أستبق الأحداث، ستعلن في وقتها إن شاء الله، لكن الحدث قريب جدا والإعلان قريب جدا إن شاء الله في ظل الدعم حقيقة المتواصل من سيدي حفظه الله ومن سمو سيدي ولي العهد للوطن كامل وجميع نشاطات البلد، وفي ظل هذا الازدهار الكبير إن شاء الله موفقين، ونتمنى لكم كل النجاح إن شاء الله في استعداداتكم والتحضير للحفل السنوي الكبير. هل من كلمة أخيرة لديك أستاذ عادل؟ أي طويل العمر إذا سمحت لي. حقيقة تفضل. أنا حقيقة أدعو الجمهور قاطبة للاستفادة من طبعا النادي ومن استفادة من الميدان والحضور والمشاركة، هنالك في فعاليات، هنالك في أنشطة وجوائز، ويوم غد إن شاء الله تعالى الحدث كبير وحضور سيدي حفظه الله تاج وسام على صدورنا جميعا، ونتشرف بحضور سيدي الله يحفظه، والدعوة جميعا للجماهير إن شاء الله، هنالك في جوائز قيمة للجمهور جميعا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ عادل بن عبد الله المزروع مدير عام نادي الفروسية لكل هذه المعلومات. أكرر دعواتنا لكم بخالص التوفيق والنجاح في تحضيراتكم لحفل السباق السنوي الكبير الذي سيكون برعاية مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.